السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد صباحكم. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا زي ما شفتوا بالعنوان امبارح لحقنا مزاد حمام سحاب، كان مزاد وجاهي. اللي ما بيعرف يعني وجاهي يعني مزاد الناس بتجتمع عليه، على عكس اللايف. اللايف الناس تشتغل عن طريق اللايف وبتشتري حمام عن طريق اللايف، ولكن المزاد هذا بيكون طريق عن طريق يعني انه الناس بتكون موجوده في المزاد نفسه، بتزاود على الطير واللي برسى عليه المزاد باخذ طيره. طبعا يا اخوان احنا اجينا متاخر، ما لحقنا المزاد من اوله، كان المزاد كثير عبيان ناس وكان في حركه كثير على المزاد، ولكن انا الصراحه تاخرت لانه كنت بستنى استلام الكاميرا اللي احنا هسه بنصور فيها. طبعا اصدقائي هذا اول فيديو للتصوير في الكاميرا، طبعا انا ما لحقتش اشحنها الصراحه، ما لحقتش اعطيها شحن، طبعا هي راح تطفي هسه حاليا، ولكن ايش حبينا نجرب فيها فيديو سريع بسيط على الحمام ونشوف مدى قوتها في التصوير. طبعا يا اخوان فيها اعدادات انا لسه مش عارف لها عشان تكونوا عارفين، فيها شغلات لسه بنتعلم عليها، ولكن ان شاء الله راح تكون الامور تمام. بالنسبه للقرنفلي او للطير هذا، طلعوا عينه كيف صارت صلاه النبي، حسنات، رجع فيه انتفاخ. الانتفاخ بنرجع بنفسه مره ثانيه، ما في مشكله عندنا فيه. طبعا اخواني راح نترككم مع الفيديو ان شاء الله مع الحمام او مع المزاد، ان شاء الله تستفيدوا فيه او تستفيدوا منه، وخلينا نلف هيك فرجيكم حالنا مع تصوير الكاميرا الجديد. ما بعرف كيف راح تكون الجوده، ممكن لاني راح ادمج فيديوهين مع بعض يكون مش قوي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله راح يكون جودتها منيحه. طبعا الكاميرا بتصور 4K وتنشبك عن طريق تطبيق، كاميرا كثير رهيبه جدا، من 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 خلينا نحكي تصنيفها من تصنيف الجو برو، كاميرا حلوه رياضيه نحتاجها كثير وراح نستفاد منها كثير ان شاء الله. خلينا نفرجيكم هالقرقاطي، القرقاطي هذا لسه ما كشفش معي، كنت شاك انه طيره الصراحه، يعني هذا اللي ضربناه حاس انه طيره الصراحه، ولكن ما بعرف عاد طيره فحل ما بعرف. وهذا الطير البولندي الاسود اجاني من شب صاحبنا، بيقول لي هذا بوز اسود وكشه مع الحمام عنده وكثر الله خير، ولكنه انا شايفه بولندي، فما بعرف انتم شو شايفينه، ردوا لي خبر، لانه الطير ما في اي شيء بيدل على البواز، حتى الجفن يعني ابيض، ما في حباك، خلينا نحكي ما في البياض، او خلينا نحكي ما في البياض او 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 اللون البني اللي بيجي على الرقبه، ولكن كليته يحتسب تحت مسمى واحد انه بولندي. نقدر نحكي، تقدر تحكي عليه شو ما بدك تحكي، ولكن انا بحكي عليه بولندي، بدناش نحكي عليه بوز لانه مش دارج تحت تصنيف البوز، صدقا وامانه مش دارج تحت تصنيف البوز. طبعا عندنا الحمد لله هون عندنا هذول بيضات، خلينا نبلش من هون اول شيء، عندنا الجوز هذول بيضات الحمد لله، الجوز هذول بيلموا قش يما ما بعرف ليش، هذول بيضات وهذول بيضات وعندهم فرخ الحمد لله، طلع فرخهم كيف مجمل صغير. وعندنا هون البرامبيات بيضات الحمد لله، وعندنا الطيره هاي لا مش بيضه، هون القرنفليات هذول الحمد لله باضن. طبعا راح اعمل فيهم فكره جديده ان شاء الله، مش هسه كمان اسبوعين زمان، بس اذا بيضهم يا بخرب، اذا خرب راح اقلبهن، راح اقلب الطيره هاي على الفحل هذا، راح اقلب الطيره اللي تحت هاي على الفحل هذا، وراح اقلب الفحل هذا سوري، وراح اقلب الطيره هاي على الفحل التحت عشان يشتغلوا، لانه هذول ما اشتغلوا ما اعطوني انتاج، باظن عبي بيض بس ما بيطلعوا الفرخ. من اول ما جبتهم من الشام، مش من جديد، من اول ما جبتهم من الشام وهم هيك، عشان نكون واضحين مع بعض تمام. فراح نقلب، نعمل موضوع قلب طوائر زي ما عمرنا، زي ما عملنا مع العراجنه. لا العراجنه هذول لسه مش بيضات، وهذول بتوقع كانوا بيضات، انا بتهيألي يعني ما بعرف هذول ولا اللي هناك، في جوز من الجوزين هذول بيضات، ها هي امه هي امه، بس بيضهم يا اخوان تركينه على ما يبدو، لا حامل بيض مش تركين، بس في بيضه جوا مكسوره. طبعا عندنا هذول كمان بيضات الزومبيات الحمد لله، والبراملي على المشمشيه ما بعرف، يمكن يكونوا بيضات يمكن لا، ما بدي اضايقهم. عندنا الحردين رجعوا لعادتهم القديمه اللي هي انهم يبيضوا البيض ويتركوه، طبعا عادي حلهم سهل عندي، نقدر نتصرف معهم.
عندنا اليهوديات هذول لسه وهذول لسه وهذول الحمد لله. هذول الجوز اللي ملحيات الحمر على الصفرة بيضات، وعندنا هذول اليهوديات صفر الحمد لله بيضات، وعندنا هذول مفكسات، وهي الفرخ يا اخوان اللي قلت لكم عليه انه ان شاء الله راح يطلع من البيضه، وكان مكبوس كان حيخرب. سبحانك يا رب، تطلعوا كيف طالع لونه جميل. وهي اخوه الثاني يا اخوان، على الاغلب على الاغلب واحد طالع احمر وواحد طالع اصفر. سبحان الله، هي اللي طلع، هذا اللي طلع متاخر، شوفوا كيف صحته وصلاه النبي ما شاء الله. وهذا الثاني يا اسود يا احمر، الله اعلم، يا اسود يا احمر، المهم مش مشكله، يمكن يكون اسود يمكن يكون احمر، 90% احمر لانه الجوز حمر، تمام، لانه الجوز حمر. اوعى تضرب الكاميرا بلا احمر، اوعى اوعى بزعل منك، اوعى بزعل منك. طبعا شوفوا يا اخوان، فين انا مفكر حالي اني افرجيكم اياهم، طلعت مش بفرجيكم اياهم. هذا على الاخر حيطلع احمر وهذا حيطلع اصفر، هذا الفرخ اللي انا طلعته من البيضه. وناس كثير صار يقول لي يعني ابو يوسف الفرخ اللي انت بتفكه من البيضه ما بعيش، الفرخ بموت لانك انت فكيته، لانك انت طلعته، الحكي ملوش هذا، بلا بلا ملوش داعي. ولكن الحمد لله هي قدامكم، طلعناه من البيضه قدامكم، والحمد لله طلع قدامكم، وهي صحته حلوه قدامكم. والفحل هذا ما يضربناش، ربحتني يا زلمه، مزنخ دمك. ولك انا بدي بس اعمل لك شيء انا، الله يسامحك. طبعا الكاميرا يا اخوان لسه مش عارف لها منيح، بس ايش، هو مجرد تجربه فيها. هذا الميزان تبعها بتحرك كثير، تمام. عندنا هان ايش فيه، بسم الله، هذول لا مش بيضات، هيما هذول الجوز مش بيضات، وعندنا هذول مش بيضات. طلع الكاميرا صغيره الحلو فيها، كلها بتفوتها من الشبك. هذول شكلهم بيضات، هيما الزومبيات، بيضه بيضه، صوت الكاميرا عندها بيضه. طبعا نقدر نعمل فيها شغلات كثير كبيره، هاي مفيده. اوه بيضه الحمد لله. طب قديش صار لك بيضه؟ خلينا نعرف مع بعض قديش صار لها بيضه. صار لها بيضه تقريبا 4 ايام، لانه البيض لسه ما عقدش، بس مبين ثقيل وعبيان الحمد لله. عندنا هنا هذول لسه مش بيضات، وعندنا هنا هذول لسه مش بيضات. طبعا احكوا لنا يا اخوان، اهم شيء احكوا لنا كيف تصوير الكاميرا، كيف شايفين النظام بشكل عام. طبعا هاي عدستها اوسع، وتزبط في الاسواق والرحلات والطلعات الرياضيه، يعني شغل سباحه تسلق وشغلات هيك. خلينا نمسحها شوي. طبعا اعذرونا لسه مش يعني مش ماخذين على الكاميرا، مش ماخذين على شغلها، مش عارفين يعني كيف نشتغل عليها، تمام. الحمد لله الوضع تمام، امورنا تمام على السطح. الحمام افطرت الصبح فما راح اغديها. طبعا احنا هسه الساعه تقريبا، اللهم صل على سيدنا محمد، الساعة عندنا الساعة 3 العصر، وأنا قلت لكم يسعد صباحك، ولكن مش مشكلة. الساعة 3 العصر، شوفوا كيف ما شاء الله الوضع. طبعا هاي تصويرها حيكون أغلبيته يعني شغل فلوقات برا، يعني ممكن نطلع مشاوير، ممكن أكون أنا محضر لكم مفاجأة، ممكن أكون أنا محضر لكم مفاجأة، ركزوا معي بالكلمة هاي، ممكن أكون أنا محضر مفاجأة، عشان هيك في تجهيزات ما قبل المفاجأة، فأنتوا ديروا بالكم. شوفوا البواز ما شاء الله، صلاة النبي، الله يبارك لنا ويبارك لكم. طبعا حمامنا وحمامكم، هاي هذا سطحنا وسطحكم، بنيناه وأسسناه وزبطناه وعملناه وكوناه مع بعض، إلنا وإلكم، معنا ومعكم، كل شيء عملناه مع بعض، كل شيء عملناه مع بعض. هاي جماعة الأشفار، كل شيء عملناه مع بعض. هاي الكشامرة ان شاء الله راح نشتغل عليهم هاليومين. شوف ما شاء الله، صلاة النبي. طبعا البطارية المفروض كانت بدها تفصل، بس انا شايفها ما شاء الله عليها، يعني انا شايفها ضاوية احمر، بس ما شاء الله صرت مصور، يمكن ما بعرف قديش صرت مصور على الكاميرا، موجود عندي عداد بس انا مش فاهم لها لسه، مش فاهم لها لسه، ولكن ايش ان شاء الله تكون منيحة. حطينا الدباني هاب على الدبانية الصفراء، هاي كشفت معي، كنت حاطها مع البواز، حطيناه عليها، ان شاء الله يا رب بيطلعونا شيء منيح. طبعا انا ما بشجعش الاسود على الاصفر، والاصفر على الازرق، او الاحمر على الاسود، او الاحمر على الازرق، ولكن طيره حلوه جميله مميزه بنت عالم وناس. وعندنا فحول فلت
خلينا نجربهم عليها، قلنا خلينا نجربهم مع بعض، لانه يا اخوان الفكره في الموضوع انك انت عندك طيره وعندك فحول، ولكن لو صح لي مثلا دبانيه سوداء للفحول طبعا مش هتاخر واحطهم عليها، واذا صح لي دباني اصفر مش هتاخر او مصري اصفر منيح جميل نزقه عليها مش هتاخر، لانه انا واحد من الناس دائما بفضل اللون على اللون. هذول الكشامره دائما انا بفضل اللون على اللون، يعني اسود على اسود، اسود على ازرق، ازرق على اسود ممكن، اصفر على احمر، احمر على اصفر برضو ممكن، ولكن يعني الافضل الافضل دائما اجمل. لانه يا اخوان خلينا نحكي شوي على علم الالوان في جينات الطيور، تكوين ريش الطير الاسود دائما بسود، تمام؟ بدك تلمح، بدك تلمع لون طير بتعطيه اسود، بالذات اذا كان ازرق او شيء، اللون الاسود فيه ماده اللي بتعطيك اللمعه، الماده اللي بتعطيك اللمعه. لو بدنا نقعد نحكي بنطول في الحكي هذا، ولكن ان شاء الله راح نخصص لكم حلقه على الموضوع هذا ونقول لكم ليش ما بزبط هذا وليش بزبط هذا. هاي اخونا ابو سميح مطير، طبعا يا اخوان الزلمه الله يفرج عليه صايره معاه مشكله وما بقدر احكيها، يعني هي مش مشكله مع ناس او شيء، مشكله بالحمام ما بقدر احكيها قبل ما اخذ اذنه، ولكن الله يفرج عليه يا رب ويوفقه ويعطي الصحه والعافيه، صاحبي وحبيبي صديق الطفوله ابو سميح. يسعد مساكم، نترككم مع فيديو المزاد، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه هاي، واذا عجبتك الحلقه وعجبك المحتوى اللي بنقدمه يا صديقي اللايك ببلاش، صدقني ببلاش، احكي لك اياها بالعراقي، على مود شنو ما تحط لايك يا معود، سوي لايك يا كبير. والسلام عليكم، بنشوفكم في فيديو المزاد. طبعا يا اخوان احنا بمزاد حمام سحاب او طير الصبابة اللي تسميها موقعها في سحاب خلف مطعم ابو زغلة يا اخوان على الطابق الثاني مكان محل البلياردو قديما. طبعا احنا يعني مزاد وجاهي، وعندنا اسامة لافي قاعد زعلان مكان عس مع سلمونيلا جاي على اللايف او على المزاد. طبعا في طيرة ان شاء ما شاء الله موردية، بعرفش قديش راح توصل، بس بتوقع يعني سعرها يوصل عالي، بتوقع طيرة مواردية زرقة هيها ما شاء الله عليها، بتوقع سعرها يوصل عالي، والله يبارك فيها ريحاني أزرق بتوقع سعره يوصل عالي، سوري سعري ريحاني أصفر، فيها شكال سود ما شاء الله حبات حلوة. احنا عند في القهوة يا اخوان، هاي في طير دباني قراقطة جميل الطير، الله يبارك لهم فيه. خمسين عند الشيخ، هذه ابو نايم بعيد مره عشان خمسين وقفان عشان اجيبك في التصوير، طبعا يا اخوان عشان اجيبك في التصوير وقفان. 75 هوبا 75 عند الطير دباني قراقطة يا اخوان جميل جدا. شباب دقة ببعض 75 80 دينار عند ابو فهد، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. عليكم السلام. والشباب بتيجي لسه يا اخوان، شباب بتيجي والناس قاعدة، في ناس ورا ما بتحبش تصور بتزاود من ورا الكاميرا، الله يبارك له أبو فهد دباني قراقطة يا اخوان ما شاء الله عليه جميل جدا الطير، الله يبارك له، خليكم معنا حبيبنا، الله يسعد قلبك على راسي والله، الله يخليك حبيبي حبيبي، الله يسعد المشاهدين على الله يخلي لنا اياك يا رب حبيبي حبيبي، الله يخليك حبيبي حبيبي. ونرجع للمزاد ونقول في الصلاه وعلى روح النبي، سوى الاحمر حلو ومميزه وجميله ورائعه، والعين مش مثل التلفون يا كبير، واللي مشوف العين مش مثل المصور، هو من حلال من هالمقدس. 15 عند ابو ناصر 20 عند الطير، صوت يا رجال صوت 22 عند الطير، الشباب قاعدة في ناس بيزاود ورا يا اخوان عشان تكونوا عارفين، في ناس بيزاود ورا 26 يا رجال، ما شاء الله عليه
حدا عنده زوج، حدا عنده حكي، حدا عنده زوج يا رجال، ارجع من قبل، حدا عنده زوج يا رجال، حدا عنده حكي، زاد الله من ذات الخير يا رجال، ضيف الصلاة على روح النبي حلو مميز ومضيف. طير حلو صلاة النبي عليه. حلو مميز ومضيف. ما شاء الله. يا رجال طيب الصلاة على روح النبي. قديش وصلنا؟ والله نسيت، كأنه 22 وشي زي هيك. في ريحاني أصفر يا إخوان، جميل جدا. فخم ضخم عالمي يا أخي. 25 واحد. معلم مسود الأصفر خشن، ديروا بالكم خشن كثير عالي، غريبة وصل 25 ليرة يعني، مع أنه في شغلات راحت أغلى منه، بس مش بجماله يعني. 26 الله يبارك. عادي بنصورها. طيرة مواردية يا إخوان، طيرة مواردية، أوباهات طيرة مواردية زرقاء، إشي نخب يا إخوان. بدناش نزعج الشباب، يمكن في ناس بحبش الصوت، خلي الشباب يقول. بعينك الله حبيبي. 50 عند أبو جاد. طيرة مواردية زرقاء. 50 عند أبو جاد. طبعا احنا بمزاد حمام سحاب، بديش ازعج الناس اللي جوا، بلاش يكون في ناس بحبش يتصور. طبعا هاي الشباب موجودة يا اخوان. الله وصلت 60 عند ابو فهد. الله يبارك. 70 الله عند مين؟ الفادي، عند الفادي سهير العوادي. سهير العوادي العالم، 75 عند فهد. شكل الطيرة هاي راح تطير. 100 عند سهير العوادي. نسبة القاطع يا رجال 100 ليرة يا اخوان. عند سهير العوادي 100 و101 و102 و103 و104 و105 وعطايا شيوخ للشيوخ من دول العوال لاخوي عصام ابو جاد راعي الاصايل في الوطن العربي. هديتك مقبوله. الله يعطيك لا يرضيك يا اخوي. وصلت 100 ليره يا اخوان. الله يعطيك. وصلت 100 ليره الطير. طبعا الناس لسه قاعد تيجي يا اخوان، هم بلشوا المزاد، خليكم معنا. طبعا يا اخوان المزاد قرب يخلص، كانوا مبلشين من زمان، مبلشين من الساعه 10 وانا جيت على 10:30، ديروا بالكم جيت على 10:30، لي نص ساعه ما لحقتش اصور شيء صراحه. ريحاني ليش مش شايفه لسه؟ صلاه النبي ما شاء الله. ضخم فخم عالمي. الله يحييكم جميعا. 30 ليرة عند الشيخ. عند أحمد أبو حماد 30. أبو حماد بلش مزاده 30 دينار. عند أحمد أبو حماد 30 وكل بستنى فيه. طبعا الشباب. عند أبو حماد 32. 130 ليرة. 33 ليرة. عند محمد فين الطير هيك؟ خلينا نشوف. 35 عند الطير الحر. 37 عند في القفص. 37 عند شريف عبد الله. 38 عند محمد. 38 ضاربوا بعض، زود عليه نص ليرة. 40 شوف التحدي، شوف. 40 طير الحر 45 دينار. 45 الله يبارك له. 45 دينار وصل مزاده. الشباب ما بيطولوا، الشباب ما بيطولوا على الطير بسرعه يعني، بيشيلوه بسرعه خلاص، قد ما يجيب يجيب ببيع. ما في طير بينرفع في المزاد العلني يعني، او المزاد الوجاهي ما في طير بيرتفع، الطير بجيب سعره واموره تمام ان شاء الله. طبعا الجمعه الجاي في مزاد.
كل جمعة يعني مزاد، والله يبارك للجميع. كانت فعاليات صغيرة يعني، كانت كبداية مزاد في سحاب، أول مزاد بنعمل يعني في منطقة سحاب وما حولها. حلو النظام، جميل. الطير بأخذ دقيقتين وبشيلوه، لأنه أخواني الفكرة في الموضوع عنهم ما بدهمش يطولوا على المتابع أو على المشتري أو على المزاود، خلاص الطير قد ما يجيب ببيع واموره تمام. طبعا الحمام في القهوه فيها حمام كثير، المره اللي فاتت ما كانش فيها حمام زي هيك. خلينا نشوف هنا فيها كم من حبه، كانه طواير او شيء، الله اعلم انها طواير. هان عندك القهوه فيها حمام كثير، تعبت اكثر من اول يوم ما اجيناها هذيك المره زياره، كانت الحمام يدوب يعني قفصين. هسه الاقفاص عبيانه كلها، خليكم معنا.